ظاهرة تاجيل القوانين في الغرفة السفلى للبرلمان تتواصل فبعد تاجيل مشروع قانون الصحة، قانون البريد، القضاء العسكري، ها هو النظام الداخلي للبرلمان يتاجل بعدما شرعت لجنة الشؤون القانونية بالمجلس مناقشته بحضور خبراء ورؤساء الكتل البرلمانية منذ حوالي شهرين دائما نؤكد عليها ان الاصلاحات السياسية يتم دائما افراغها من محتواها ويتم تحزيبها ويتم ترحيل تنفيذها والتجاوب معها من بينها النظام الداخلي يعني بعد المصادقة على التعديل الدستوري في 2016 إلى الآن بعد سنتين كاملتين لحد الآن النظام الداخلي الشعبي الوطني لم يتم مناقشته والمصادقة عليه ويتم ترحيله وتأخيره والتعطيل له إلى هذه المدة المعارضة تتهم أحزاب السلطة بتأجيل مشروع قانون النظام الداخلي بالمجلس الشعبي الوطني وهو القانون الذي يضبط عمل النائب ويعطي الحق للمعارضة في العمل البرلماني تحمل مكتب المجلس الشعبي الوطني المسؤوليه لانه هو المسؤول على البرمجه وبالتالي عدم الجديه والاراده في تمرير هذا القانون اللي هو النظام الداخلي للمجلس عدم توفر هذه الاراده وفي برمجته ومناقشته هو الذي يؤخره الى هذه الدرجه ونعتقد ان فيه خوف يعني فيه خوف من صلاحيات الجديده للمعارضه وتحديدا كما قلت هذه يعني الجلسه الشهريه التي تقترحها مجموعه او مجموعات من المعارضه قرابه ثلاث سنوات من تعديل الدستور الذي ضبط عمل النواب لا يزال مكتب المجلس الشعبي الوطني يتمطل في مناقشه القانون الذي سيضبط العديد من التجاوزات كالتجول السياسي وظاهره الغياب عن الجلسات وكذا نزول الوزراء الى البرلمان للاجابه عن الاسئله الشفويه